السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام أينما كنتم، سواء داخل الوطن أو خارجه، في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب دائما بفضيلة الدكتور محمد الفيد، الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط والخبير في علوم التغذية. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الجليل. مرحبا، أهلا وسهلا. في حلقتنا هذه اخترنا الحديث بإذن الله عن اليود. إن اليود عنصر أساسي من أجل صنع هرمونات الغدة الدرقية ونمو الجنين والأطفال الرضع، ولذا فهو من المواد الغذائية الشديدة الأهمية لنتمتع بصحة سليمة في جميع مراحل العمر. وجسم الإنسان لا يستطيع أن يصنع اليود، ومن ثم يجب تزويده به بانتظام من خلال نظام غذائي صحي جيد. ويعاني العديد من الأشخاص في 54 بلدا من بلدان العالم تقريبا من نقص اليود، وفقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية في تقرير لها. ويعود ذلك النقص إلى أن التربة في هذه البلدان لا تحتوي على نسبة ضئيلة من اليود، أو قد لا يوجد بها البتة. وعنصر اليود يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم، والمحافظة كذلك على نشاط المخ، القلب والعضلات وباقي أعضاء الجسم، وفقا أيضا لما أوردته منظمة الصحة العالمية للصحة. إن تناول اليود بكميات غير كافية هو السبب الأكثر شيوعا الذي يمكن الوقاية من الإصابة بالتخلف العقلي وكثرة الإجهاض عند الحوامل وارتفاع وفيات الحديث الولادة. فضيلة الدكتور، سؤالي يحتوي على العديد من الأسئلة. ما هو اليود؟ ما أهميته بالنسبة لصحة الإنسان؟ وأين يوجد؟ وكم نحتاج من اليود في الطعام والماء؟ ولماذا ما زالت الدولة تضيف اليود لملح الطعام؟ هل هناك نقص في هذه المادة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الأشياء التي نتكلم عنها هي طبعا تخص صحة الإنسان وتخص يعني حياة الإنسان، يعني على أحسن ما يرام. وأن الله سبحانه وتعالى يعني لما خلق هذا الخلق فخلقه خلقا متكاملا وسواه وعدله، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه التسوية والتعديل داخل الجسم ليس الطاقة فقط، ليس الكالوريات أو السعرات الحرارية، إنما هناك أشياء أخرى تتعلق بالفيزيولوجيا وتتعلق كذلك بوقاية الجسم، ثم أشياء يعني تجعل الجسم وظائف الجسم كلها مضبوطة. ولا يمكن أن تكون هذه الوظائف إلا بالهرمونات، والهرمونات تعمل بأملاح معدنية، والطاقة تستخرج بالأنزيمات، والأنزيمات هي الفيتامينات تدخل فيها، ثم هذه الأشياء كلها استقلابات الداخلية والفيزيولوجية كلها هي يعني تضبط بالهرمونات، هي ضبط عبر الهرمون وعبر الهرمونات. ومن جملة هذه الأشياء هنا الغدة الدرقية أو الثايرويد، ووراء الغدة الدرقية كذلك الغدة الصنوبرية. هذه الغدد عندهم هذا، ولما هذه من الغدد الصماء؟ لماذا سميت هذه الغدد الصماء؟ لأنها يعني تفرز هرمونات مباشرة في الدم. الغدة الدرقية أو التايرويد هي تعمل باليود. يعني كل عضو عنده معدن أو عنده مكون. مادة اليود هو من الهالوجينات. هذه المادة الأيودين هي موجودة في الطبيعة، والجسم لا يحتاج أكثر من 20 إلى 30 ميلي جرام، يعني قدر ضئيل جدا قد يحصل عليه الجسم يعني من المواد الغذائية بسهولة. فالنقطة الأولى التي هناك نصائح هناك برامج كثيرة حول اليود، ويعني أشياء كثيرة الآن خصوص في العصر الحالي، هناك يعني إذاعات مجال مفتوح. فالنقطة الأولى التي يعني سنركز عليها هو السؤال الأكبر وليس الكبير. السؤال الأكبر هو لماذا
يعني هذا مشكل الغدة الدرقية الآن أصبح مطروحا من جملة الأمراض الحالية. نعم منتشر بسوف. نعم تيرمينال ديزيز يعني ليس له علاج إلى 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 جراحة يعني تيرمينال ديزيز هو داخل في الأمراض يعني المزمنة وداخل في الأمراض التي لا علاج لها. نعم. يعني الغدة الدرقية يوقع فيها خلل. لماذا هذا يعني الآن في المغرب مثلا كنلاحظوا على أن نسبة الآن ديال النساء اللي استأصلوا الغدة الدرقية نسبة هائلة ونسبة كارثية ونسبة يعني مفزعة. فلماذا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نجيب. ما الذي تغير؟ فالأحد هو الأحد والأربعاء هي الأربعاء والجمعة هي الجمعة. ما الذي تغير؟ والسماء سماء والأرض أرض. الذي تغير هو الأشياء البيئية ونمط عيش الإنسان. وسنلاحظ على أن حتى ولو أضفنا اليود مادة الأيودين حتى ولو أضفناها للملح ولا حتى لو أعطيناها للناس فلا تفيد في شيء إذا كان كان الشخص فيزيولوجيا الشخص ناقصة أو فيزيولوجيا الجسم ينقص أشياء أخرى لنا. اليود لا يعمل وحده. اليود يعمل مع الأرسنيك ومع الفيتامين أي والفيتامين إي بالفرنسية أو وكذلك يتبط هناك مواعيد ثقيلة تثبط اليود يعني لا يمر منها الأرسنيك والرصاص إذا كان وهو التلوث البيئي وبالأرسنيك والرصاص في المبيدات يعني في مواد الطبخ وأواني الطبخ وما إلى ذلك. ثم نلاحظ على أن الفيتامين أي والفيتامين إي الآن قلت في النظام الغذائي لأن الفيتامين أ هي خاصة بالأوراق الخضراء خاصة بالبقوليات الخضراء. يعني البقوليات كلها يعني السكوم الخبز بيزا الحريق السلق هذه هذا يعني الكباب وهذه الأوراق الخضراء كلها التي كل الناس يتغذى عليها يعني الإنسان هي مصدر فيتامين أي. والفيتامين إي هذه يعني التوكوفيرولات هي موجودة في الحبوب الزيتية يعني موجودة في الزيوت الموجودة في الحبوب الزيتية يعني من نوار الشمس من زرعة الكتان حبوب الكتان من اللوز من الجوز من بذور القرعيات من علي كل المواد التي تحتوي على زيت هي تحتوي على هذه التوكوفيرولات. العامل الآخر وعامل المعادن التي تسمم هي عامل الأرسنيك مشكل الأرسنيك ومشكل الرصاص الآلي ولا يعني موجود بكثرة في التغذية. نعود لنقول هذه الغدة الدرقية اليود كيف تعمل باليود هي يعني اليود في الدم علي هي الغدة الدرقية تأخذ ذرة أيودين من تي فور هي التيروكسين هذه مادة التيروكسين. التيروكسين نعم هرمون هو. لما تأخذ منها ذرة أيودين تصبح تيتروي يعني تكون تيروكسين وتصبح تريودو تريودو تيرويدين. نعم. يعني هذه تولي تيتروي. نعم. خص يكون دائما تي فور تي أربعة هو ولذلك هاد الناس اللي عندهم نقص مثلا في الإفرازات الغدة الدرقية فالطبيب يعطيهم يصف لهم تيروكسين تي فور. نعم. هي اللي كياخذوها الان على شكل اقراص يعني هذا الليفوتيروكس وعلى اشياء هذه التي فور. هناك اشخاص يعني يثار عليهم تحسن لماذا؟ لان ملي كياخذ تي فور هذه تي فور هي جاهزه يعني الغده الدرقيه تاخذ وحتى اشخاص ياخذون هذه التي فور يعني هذه التيروكسين ياخذوا تيروكسين ولكن الغده الدرقيه لا تاخذ ذره الايودين. لماذا؟ لان هناك تطبيط كبح فهذه الغده لكن انيبيشن يعني هذا الانيبيشن لما يكون نقص في السيلينيوم. نعم. ونقص في الفيتامين اي اي. نعم. يعني ا بالفرنسيه ثم كذلك وجود الهارسونيك والرصاص هو نعم. الان هو النظام هو النظام الحالي نظام العيش الحالي اللايف ستايل. نعم. هنا كيوقع مشكل يعني ولذلك فكاين بعض الاشخاص الان يقولوا ان يعني كل الناس الان عندهم خلل في الغده الدرقيه 100% معظم غير نعم كل مش معظم كل 100%. لماذا؟ لأن كل الناس أصبحوا يعيشون على نمط واحد ويطبخون في أواني من 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 معادن. نعم. وأصبحوا يعيشون تقريبا نمط العيش هو حتى المنتوجات الآن في البوادي. نعم. هي منتوجات فيها مبيدات وفيها أرسنيك وفيها أشياء يعني بوادي ولا المدن يعني تقريبا نفس الشيء. نرجعوا لبعض المناطق اللي يعني ما فيهاش اليود طبيعيا نقص لا ما كاينش ما فيهاش اليود يعني نهائيا. منطقه في المغرب واحد تحناوت نعم ازيلال وعندنا واحد المنطقه صغيره في الغرب صغيره جدا ولكن تحناوت وازيلال هما بخصوص تحناوت هما اللي عندهم منطقه هذه لا عاديين فيها اليود تماما حتى الماء ما فيش يعني ما فيش لا التغذيه لا فهنا عليين ولكن هاد المنطقه هذه ممكن نتحكموا فيها يعني ممكن نعطيوها اليود ما عندناش مشكل. هو تعميم اليود على المملكه كلها هذا هو المشكل. نفسر
بعض الأشياء هذه التايرويد يعني تعمل بالتيفور، تعمل بالتيروكسين، هذه الغدة الدرقية تأخذ ذرة الأيودين من تيفور تصبح تيتروي تتنقص. نعم. تكون أربعة تولي ثلاثة يعني تتنقص. لما يكون هذه الغدة الدرقية غير قادرة على الإفراز وغير قادرة على هذا المشكل ديال اليود، فالغدة الصنوبرية هي التي تفرز تي اس اش. هي شنو تي اس اش؟ هي واحد الهرمون، هي ستيميليتين هرمون، هذه هي اللي كتنشط انتاج ديال هذا. ولذلك في التحليل الناس غادي نشوفوا في التحليله انها تتقاطع تي اس اتش مع تي 3 وتي 4، تتقاطع ملي كتنقص تي 3 تطلع تي اس اتش. طبعا علاش؟ لان كيولي لان هذيك الغده الصنوبريه تنتج التي اس اش بكميه كبيره باش تخلي الغده الدرقيه تاخذ يعني تعمل بقوه باش تاخذ هذا اليود. وهذا الغده الدرقيه شنو المشكل ديالها؟ يعني عليا ممكن يوقع خلل في الغده الدرقيه، هذا الخلل ينعكس على الجسم، لان الغده الدرقيه هي التي تتحكم في الاستقلاب ميتابوليزم، تتحكم في الأيض داخل الجسم. معنى هذا الاستقلاب يعني لا يمكن استخراج الطاقة داخل الخلايا، لا يمكن يكون استخراج الطاقة بدون هذا العمل ديال الاتيرويد. نعم. لذلك الناس اللي كتنقص عندهم هذه الوظيفة تضخم، علي تضخم، وممكن الناس يعيشوا بتضخم الكواتر، ممكن يعيشوا ولكن أشياء أخرى، وهي كيحس الشخص بالعياء. نعم. لماذا العياء؟ لأن استخراج الطاقة على مستوى الخلايا ما لا يعمل باطن يعني مبطل، ولذلك كيحس الشخص بعياء، وربما يحس حتى بألم في يعني في عضلات ديال خصوص الساق، عضلات الساق. ويصبح انكسيتي، يصبح شخص يعني عنده اكتئاب او خوف. يصبح يعني الشخص يبدا يخاف ويبدا شيء، ثم تزيد حراره الجسم العامه، يعني الحراره ديال الجسم كله من برا، يعني كيولي الشخص يحس بسخونيه، الجسم ديالو ساخن. الامريكيين كيعملوا واحد محرار ترمومتر كيعملوه مع الشخص خارج من فوق الثياب. نعم. يعني معاه في الفراش باش يشوفوا الحراره ديال الجسم خارج، هذا ماشي الحراره الداخليه، الحراره الخارجيه. لما كيلقاوها زايده مرتفعه كيعرفوا بان من العلامات الاولى ديال الخلل على مستوى الغده الدرقيه، كنسموه حنا النقص الهرموني لك. فهنا نرجعوا اولا لهذا، كيفاش نستافدوا من هذه المعلومات؟ هو ان مش ليس نقص اليود في التغذيه، اليود لا ينقص في التغذيه، واليود يقتصر على المواد البحريه. نعم. فهو موجود في السمك. جيد. وموجود في نبات البحر كذلك، طحالب البحر، الالقا، وموجود في ملح التي تستخرج من البحر. نعم. الملح اللي كيتستخرج من البحر فيها يود، يعني لا داعيه باش نضيفوا لها، هي فيها كميه كافيه ديال الايودين. ففي الملي الدخلي للشبكه العنكبوتيه غادي تلقاي مصادر الايودين هما اليوغورت والبيض، تلقاي هذه وستروبيري يعني الفراوله. لماذا؟ لان هذه المواد الغذائيه الموجوده في اوروبا وفي امريكا. طبعا ما غاديش يشهروا السمك، يعني السمك ما عندهمش سمك يعني في هذه، لكن المصدر رقم واحد لخلق الله سبحانه وتعالى في الطبيعه هذه اشياء يعني دوكيمنتد، هذه اشياء يعني موثقه، مراجع علميه، عندنا ابحاث علميه، ماشي يعني لا نتكلم هكذا يعني. فاول مصدر هما طحالب البحر والسمك، يعني مواد البحريه كلها. حتى يعني هذو فواكه البحر، يعني الاسماك البحر وحيوانات البحر ونبات البحر، هذا هو مصدر الايود الاول، ايودين، مصدر الايودين. وكذلك ملح البحر، الملح التي تستخرج من البحر. ثم يوجد الايودين موجود على شكل قليل في منتوجات الحليب، موجود في هذا محل وفي الشبكه العنكبوتيه، ما غادي تلقاي قدام البيض امام هذيك الاكز. نعم. غادي تلقاي بايستيوريد يعني فري رانج، هذاك الطبيعي. نعم. اللي كنسميوه حنا البيض البلدي. نعم. دايرين قدامه علاش؟ لان المشكل اللي طرحت في الاول، النقطه الاولى اللي طرحتها، هو ان الان الحيوانات لا تسرح. نعم. الناس كيشربوا حليب ديال العلف. نعم. وياكلوا لحوم علف، وياكلوا بيض العلف، وياكلوا. نعم. كل شيء علف. نعم. فالحيوانات الآن لا تسرح، لا تأكل من الطبيعة، ولذلك اليود قليل الآن في هذه المواد هذه، لأن الحيوانات تأخذ اليود من الطبيعة. نعم. وكذلك النباتات تأخذه من الطبيعة عبر الماء ومن التربة.
وكاين دراسه امريكيه الان اللي درسوا التربه، كاين عندهم كاين بعض المناطق اللي ما فيهاش الايودين وكذلك مكون السيلينيوم. كاين مناطق ما فيهاش السيلينيوم، هي فقيره جدا، منها دول افريقيا ودول اسيا ودول روسيا. وكاين منطقه صغيره على المحيط الهادي في امريكا، هذه ما فيهاش السيلينيوم. وهذه الدراسات اللي تعملت، يعني دراسات كبيره وضخمه. فهذا الايودين الان نقص في المواد الغذائيه. علاش؟ لان المشكل ديال العلف، والعلف فيش الايودين. الامريكيين الان عوض ما يضيفوا هذا الايودين للملح، لجأوا الى حل اخر، لو كيضيفوه في مياه الري ويضاف كذلك في الاعلاف الحيوانات، ان هذا الايودين في المناطق اللي عندنا نقص بحال الازلال وبحال يضاف هذا، يضاف للعلف في المياه اللي يعني يشربوها حتى الناس. نعم، دي مباشره، يدار في المياه ويتعمل في مياه الري. نعم، ويتعمل في التربه. نعم، مع هذوك السماد. نعم، اللي كيعطيو الفلاحه والمسائل هذه، يبقى يتعمل في التربه باش هذيك النباتات تمتص الايودين. نعم، ثم يتعطى في اعلاف الحيوانات. نعم، جيد. يعني وغادي يكون لا يكون غتكون النتيجه جيده وغير ما يبقاش ذاك النقص. لماذا؟ لان هنا غادي ناخذ الايودين نيتيف، يعني ناخذ الايودين الغذائي وليس الايودين المعدني اللي كنزيدوه الان الملح وحتى بعض الانواع الدقيقه. نعم فعلا. فهذا لو ما عطاتش نتيجه في الدول الاسكندنافيه، هذا دعم الملح، هذا اضافه الايودين للملح في الدول الاسكندنافيه ما عطاتش نتيجه. ولذلك احنا بدينا كان في المغرب عندنا الان تورمات في الغده الدرقيه وليس الكواتر. نعم، هذاك الشيء علاش قبيله قلت لك ان المشكل الكواتر ماشي مشكل، الناس عاشوا بال نعم اللحيه نعم ديالهم متدليه ولا حاجه، عاشوا بها، يعني ما عندنا في المغرب موجودين للان، موجودين للان، ولكن السرطان ليس هو الكواتر. نعم، يعني تضخم الغده الدرقيه ماشي هو يعني تورمات. نعم، وكاين اللي عنده 20 و30 يعني هذا. نعم، الحبوب صغيره، تورمات صغيره على مستوى الغده الدرقيه. نعم، فهنا كاين المشكل. لماذا؟ لان الاخلال بالناموس الكوني. نعم، والناموس الطبيعي، الخروج عن الطبيعه. نعم، نعم، الاخلال بالناموس الكوني. نعم، احنا الان يعني هذه الاقتراح ديال اضافه الايودين للملح، الاشخاص اللي اقترحوا هذا الايودين هذو ليسوا اشخاص اللي عملوا ابحاث، ما ليسوا باحثين، وان هذا اضافه الايودين الخطا الاجحاف اللي كان هو انه تعمم على المملكه. نعم، وان هناك مدن ساحليه في المغرب تاكل سمك اسماك وعندها ايودين كافي. نعم، يعني من طنجة حتى القويره. نعم، عندنا المدن الساحليه كلها لا تحتاج ايودين في الملح. نعم، نعم، على مستوى العرايش وبول سهام، كلهم يحتاجوش. نعم، على مستوى الدار البيضاء المحمديه الجديده، على مستوى اسفي، على مستوى اكادير طنطان بوشدور، ونمشيو يعني العيون الداخله القويره، هذه مدن لا تحتاج ايودين في الملح. بالعكس، اذا اضفنا الايودين للملح. نعم، غادي يكون عندنا مشكل على مستوى الاطفال، لان الكميه التي اضافت، لعل نشوفوا بعدا واش الكميه اللي مزيوده للملح واش هي كميه مراقبه بعدا. نعم، يعني واش عندنا هذاك الميكرو دوزور اللي كي يعني يزيد الايودين بتدقيق، ولا غنزيدوه بكميه عشوائيه، هنا غادي يكون خطر. فهنا المشكل غادي تولي الكميه عند الاطفال، وكنلاحظوا على ان الاطفال كياكلوا اشياء اللي مالحه. نعم، من المكسرات، من الاشياء اللي مالحه. نعم، وغادي اذا كان كميه زائده ديال الايودين غادي يولي مشكل اخر، غادي يولي مشكل اخر، غادي يولي خطير جدا. علاش؟ لان غادي نسقطوا في المشكل السرطان. نعم، يعني مشينا من نقص ديال الايودين في تضخم الغده الدرقيه وغادي نطيحوا في السرطان. نعم، فالحل ما هو الحل؟ يعني باش ما نبقاوش نتكلموا هكذا يعني في الهواء، شنو الحل؟ الحل هو لا يمكن يكون نعم حل دون الناموس الكوني ودوما دون المستوى المعي يعني نمط العيش الطبيعي للانسان. نعم، نعم. فالخضر حتى في يعني الدراسات الان اللي عندنا اللي بين ايدينا. نعم، حتى الخضر الان اللي معمولين لها سماد وكيعملوا لها بعض الاشياء الان بحال القطره وبحال. نعم، الخضر هذه المغيره وراثيه الان ناقصه. نعم، في الايودين. كاين دراسه اللي عملوها اليابانيين ودراسه عملوها البريطانيين كذلك. نعم، على كميه الايودين في الحليب، البريطانيين عملوا هذه القضيه دي، وكميه البوتاسيوم مع الايودين في بعض الخضر مثل الكونكومبر. نعم، مثل هذا القتاء ومثل هذه الاشياء، هذه دراسات عملت على جميع الخضر. نعم، مع الاسف الشديد احنا في المغرب ما عندناش دراسات يعني اللي كتبين، رغم اننا الخضر في المغرب عندنا مناطق كبرى اللي كان ممكن تحكموا في الانتاج ديال هذه الخضر هذه. نعم، ونشوفوا الكميه اليود منها، وكان ممكن يكون حل اخر بسيط وسهل وغير مكلف، وغير مكلف اعني بها غير مسبب لامراض اللي غادي تكلفنا اكثر. نعم، من الكواتر، لان لولا عندنا سرطان ولا عندنا البلوغ ديال البنيات الان لكان، لان الايودين غادي اذا كان
البنيات خذوا كميه كبيره ديال الايودين غادي يولي البلوغ على 8 سنوات وتسع سنوات يكون يعني في سن مبكره. نعم لماذا؟ لان الهرمونات في الجسم الغدد كلها عندها علاقه ببعضها، الغدد كلها لداخل الجسم تعمل بانتظام، فاذا كان خلل في غده ما يكون خلل اكيد في أكيد غده. وكاين دراسات دابا حديثه جدا اللي يعني بهضتنا، ولاو كيشوفوا حتى يعني الحجم ديال العضو داخل الجسم. جيد. الاعضاء اللي كتمثل اللي كتفرز الهرمونات ولاو كيعبروا الحجم ديالها. ولقاو بان بعض الغدد ملي كيكون الحجم ديالها عند شخص عادي، يعني شخص عادي ملي كيكون عنده واحد العضو كبير ولا واحد العضو فايت شويه، هذا كيكون كيلقاو بانه مرتبط بمرض ما مثل امراض القلب والشرايين. فعلا يعني كيلقاو كاين كوريليشن الان. نعم. دراسات كثيره يعني الكوريليشن دابا الابحاث باش الناس نوريهم بان احنا ما بقيناش نهضروا، الناس باقيين كيهضروا بمعطيات ديال الخمسينيات. نعم. الناس وصلوا في اللونجيفيتي، هذه القضيه ديال الناس اللي كيعيشوا اعمار طويله. امريكا ماشي غير امريكا والدول الغربيه، حتى اليابانيين الان يعني ولاو مواكبين هذا الشيء، ولكن الابحاث القويه هي ابحاث امريكيه بريطانيه المانيا، يعني كاين ابحاث دارت كذلك فرنسا والدول الاسكندنافيه. نعم. يعني كاين البحث العلمي، هذه هي يعني فالدراسه اللي تعملت على هذيك تاريخ الميلاد. نعم. خاو بأن الناس اللي كيزدادون بين شهر 9 وشهر 12 والناس اللي كيزدادوا في شهر 3 و4 حتى 6. نعم. داروا واحد الكوريليشن، واحد الدراسه علينا من الاعمار بيد الله، ولكن نعم. هذه دراسه الناس كيدرسوا لانهم ليس لا ما عندهمش عقيده، فطبعا نعم. هما ربما يؤمنون بهذا، نحن لا نؤمن بالعلم. نعم. ولكن غير قلت لك هي دراسه تعملت ميدانيه تعملت. نعم. وعملوا كوريليشن ما بين طول العمر وما بين الفترة اللي ازداد فيها الشخص. ماذا وجدوا؟ يعني وداروا عدد الالاف ديال الحالات، ماشي يدرسوا على 65. نعم. سميتو ولقاو كوريليشن بان الاعمار ديال الناس اللي كيتزادوا ما بين 10 و 12، خصوصا الناس اللي كيتزادوا في نوفمبر يعني في شهر 11، عندهم اعمار اطول من الناس اللي كيتزادوا في شهر 4 و 5. هذه فهذه عليا احنا لا نؤمن بهذه القضيه هذه، فكيف ما كان الحال فالله سبحانه وتعالى وما هو مقدر الاعمار وهذه، ولكن فعلا. انا قلت بان دراسه يعني تعملت. نعم. ولكن في الانترنت هنا الايودين مكون الايودين ما كيعملش لوحده، الايودين ما كيعملش بوحده، الحديد لا يعمل بوحده. نعم. الزنك لا يعمل بوحده مع معادن اخرى. نعم. الفيتامين سي ما كيعملش بوحده، الفيتامين بي ما كيعملش بوحده، ولذلك خصنا ناخذ بعين الاعتبار فيزيولوجيا الجسم في مجملها. الايودين الا ما كانش السيلينيوم ما يخدمش. جيد. خاص يكون السيلينيوم. نعم. هذه يعني ما فيها، وخاص تكون الفيتامين اي يعني بالفرنسيه ا. والفيتامين اي بالفرنسيه او. خاص يكونوا هاد الاثنين، حتى الفيتامين ب 3 يعني حتى الفيتامين بي حتى هي يعني كيخدم بها هذه. فلما كانوش هاد العناصر هادو ويكونوا بعد هادو عاد الايودين تخدم كما ينبغي. فمثلا الا عطينا للشخص الايودين ولا عطيناه مثلا تايروكسين، خاص في نفس الوقت يكون عنده نمط العيش يكون فيه هذا الفيتامين اي واي، والا ما العلاج ما غيكونش، لن يكون. يعني غالبيه الناس ما غاديش يعرفوا فين كاينه فيتامين. اما اذا كان الشخص يعيش بالفاست فود. نعم. وبالحلويات وبالمشروبات الغازيه وبالمقليات والحلويات والمسائلات، وعنده ستريس ما كياكلش المواد الطبيعيه ولا الاوراق الخضراء ولا المسائل الخضراء ولا اللي، وما عندوش حتى الحبوب الزيتيه يعني من الزنجلان من حبوب الكتان من اللوز القرقاع، الناس ما كيبقاوش كياكلوا هذا الجوز واللوز وهذه المسائل هذه بكثره. فلما كان نمط العيش ديالو يكتفي على الحلويات والمقليات والفاست فود، وعطي حتى ولو عطينا التيروكسين الغده الدرقيه ما غاداش يعني لا يمكن تكون نتيجه 100% بالمستحيل. مستحيل. ولذلك وانا اقول من المستحيل، لماذا؟ نحن نعلم كيف يعمل الايودين داخل الجسم، ماشي نعطيه الليفوتيروكس وصافي. لا ليس يجب. نعم نعطيه الدواء، ولكن مع الدواء الا ما كانش نظام غذائي ولا ما كانش نمط العيش يتغير عند الشخص غادي يكون عنده مشكل. هذه غادي يكون عنده مشكل. هنا كنلاحظوا على ان انا عندي تقريبا اكثر من ما بين 15 حاله حتى 20. نعم. الناس اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه غير من الكلام ديالهم كيتقال. نعم. كيتبدل سرعه الكلام ديالهم، كيتبدل كيولي لسانه ثقيل عليه. نعم. كنسول الشخص كنقول له لازم تعمل تحليله ديال الغده الدرقية. يعني غدا الصباح ان شاء الله تمشي تعمل التحليله ديال الغده الدرقيه. نعم. وهادو تقريبا انا قلت لك ما بين 15 حتى 20 حاله هادو. النتيجه غير كيهضر معايا السيد كيتكلم معايا والكلام ديالو ثقيل واللسان ديالو ثقيل وكلهم. نعم. هادو طلعت عندهم مشكل ديال هذه. لماذا؟ لان هاد الاعراض الخارجيه احنا عليا في
التخصص ديال الدايت ثيرابي، هذه يعني لا نيتري ثيرابي، حنا كنلعبوا على يعني الابارنت سيمبتومز، هادو اللي ظاهرين، يعني الاعراض الظاهره يعني باش كيحس الشخص يعني الالم فين كاين، واش كيكون الم لمده طويله، واش بالليل بالنهار، واش مع الصباح، ولا ملي يكون هذا، هذه كنعرفوا بها هذه ملي كيكون عنده عاية. يعني كاين الامراض غادي نشوفوا ان شاء الله ربما، علاش؟ لان الايودين كتتعلق بالسيلينيوم، غنسجلوا حلقه على السيلينيوم ان شاء الله، ونتمنى يعني ان شاء الله الاذاعه دوزوا متابعين باش الناس يستافدوا، لما لان كاين ترابط. لا غنشوفوا بان هذا المشكل ديال الم المفاصل الروماتيزميا روماتويد ارترايتس، هذه غنشوفوا بان السيلينيوم مكون، والاطباء الى حد الان تقولوا بان اسباب غير معروفه. كنشوف ان السيلينيوم مهم جدا لهذه الاشياء، وهو ملي كيوقع نقص في السيلينيوم كتوقع هذه الامراض، هذه من جمله العوامل المؤديه الى المشكل ديال الم المفاصل الروماتيزم، مشكل يعني هذه. فهنا السيلينيوم هو اللي كيحفز المشكل ديال امتصاص اليود واخذ اليود من طرف الغده الدرقيه، يعني خصهم يكونوا دائما، ثم ما خصش، وخص تكون فيتامين اي اي، وتكون ما يكونش الارسونيك والمعادن الثقيله، ما تكونش، اذا كانت المعادن الثقيله ما كاينش طبعا غادي يكون امتصاص. وكاين اشياء اخرى يعني اللي غادي ترتب عليها هذه الفيزيولوجيا الجسم كلها، ما غاداش ترجع يعني في يومين وثلاث ايام، يعني غادي تاخذ وقت. تاخذ وقت، علاش؟ لان المشكل الهرموني ما كيتضبطش في 3 ايام، كيتضبط في 6 شهور وفي سنه. فالاعراض يعني هذه المشكل ديال الغده الدرقيه اللي قلنا، هو ان يعني هذا العياء، يعني الشخص كيولي عنده واحد الويكنس، كيحس بواحد العياء شديد، كيولي عنده خوف، كيولي يخاف. يعني ولكن هذه الاعراض ماشي مطلقه، يعني ربما بعض النساء غادي يسمعوا هذه الاعراض وكلهم غادي يقولوا انا فيا الغده الدرقيه. نعم، هذه غريزه، يعني كنا احنا ملي كنقراو سامبتوماتولوجي كل ما الاستاذ يعني عطانا الاعراض كنقولوا هذه الاعراض سبحان الله، غير كيكون داك الشيء يمكن عبر اشارات المخ. هذه العياء الشديد، ثم كيكون الجسم سخون، كيبدا هذا الجسم هذا يسخن، وكتكون لانكسيتي، يعني الانكسيتي هذه كتكون عند الشخص كيولي متردد وكيولي خايف من اشياء. وكاين القضيه ديال الاوبيزيتي، كاين زياده في الوزن، الانسان السمنه كتزاد واحد الزياده، يعني كتكون زياده في الوزن. الا كانت هايبوتيرويدي، الا كان هايبوتيرويديزم كتكون زياده في الوزن، الا كان هايبرتيرويديزم العكس كيكون نقص في الوزن. يعني كاين فكاين المشكل اللي بغيت نتكلم عليه قبل ما ناخذ مكالمه، يعني مكالمات، هو مشكل مضني. معنا منطقه ديال تحناوت مثلا، ومنطقه ديال الازيله، الخصوص تحناوت هذه اللي فيها نقص من الايودين، ان كاين عائلات، انا شفتهم نيت، كاين عائلات فيهم 4 و5 الاشخاص كلهم معتوهين، لان نقص ديال الايودين في يعني اثناء الحمل، يعني المراه الحامل اذا كان عندها نقص في ماده الايودين، فالطفل كيكون عنده الكريتينيزم. الكريتينيزم هو البله، هو يعني العته، يعني الطفل كيزداد معتوه، يعني كيزيد عليين. وهذا المشكل، الكريتينيزم هو اول مشكل اللي كيوقع، ولكن ما كاينش على الكريتينيزم، كاين المشكل ديال الفيبروسيست، يعني هذا واحد تكونات الفيبروكيست في الثدي. نعم، يكون واحد الانتفاخ ديال الثدي وكيكون فيه فيبروكيست. هذا كيجي من نقص الايودين، ماده الايودين كيعطي هذا الفيبروكيستين. ثم المشكل ديال الاريتميه ديال القلب، يعني ضربات القلب غير منتظمه. هذه المسائل اللي كتؤدي لها. لماذا؟ لان هذه الاشياء هذه كلها جايه من النظام الهرموني للجسم، لان الجسم بدون نظام هرموني ما يخدمش، لا يعمل، يعني نظام دقيق. ولذلك فهذا كما قلت، يعني نصائح الخمسينيات والستينيات كنا على السعرات الحراريه، السعرات الحراريه شويه ردينا هذا الجسم، هذا رديناه محرك بهذه السعرات الحراريه، ظهرت المشكل ديال الفيتامينات، عاود المشكل ديال الالياف الغذائيه، المشكل ديال الاملاح المعدنيه، الان المشكل الهرموني، والمشكل الهرموني يرتبط بالتغذيه ويرتبط بنمط العيش. نعم، يعني هناك الحاله النفسيه طبعا، ولكن يرتبط بنمط العيش، النظام الهرموني يرتبط بنمط العيش. لماذا؟ لان هناك مثبطات للهرمونات، وهناك اخلال ما عليين، لما يظهر تورم سرطاني في عضو ما. هذا التورم يؤدي الى خلل هرموني، مثل التورم الذي يظهر في البنكرياس،
مثل التورم الذي يظهر في الكبد، مثل التورم الذي يظهر على مستوى الأعضاء الجنسية عند الرجل والمرأة على حد سواء، اللي يعني أي تورم في هذه المراكز الهرمونات هي تؤدي إلى إفراط، إما إفراط إما نقص، ثم تؤدي إلى خلل في الجسم. ولذلك هذا من جملة هذا الماركر، جملة الأشياء المؤشرات اللي كتعطينا حالة الجسم، هادو لي ماركور منهم المؤشرات ديال السرطان، هادو لي ماركور تيمورو. وهاد المؤشرات كاين مؤشرات على الأنزيمات اللي كتعطينا حالة الأنزيمات الجسم، وكاين مؤشرات على حالة الهرمونات، وكاين مؤشرات على حالة فيزيولوجيا الجسم، مثل مثلا إنتاج الخلايا الحمراء أو البيضاء أو إنتاج الخلايا اللامفوتي أو أشياء هكذا، وكذلك يعني الصفائح الدموية وما إلى ذلك. هذه الأي جي جي لي زونتيكور، هادو في حالة الحساسية طبعا، عن طبيب كيعطي واحد التحليل ديال الاي جي جي، يعني كنعرفوا الشخص بان لا كانت عنده مرتفعه جدا، عنده مشكل. ملي كنلقاو الليبيز في البنكريا مثلا، كنلقاو تحليله فيها الليبيز 200 وصل ل 200، هذا الشخص هذا عنده عنده بنكرياتيت، عنده مشكل ديال هذا. فهاد المؤشرات هي تعمل، هاد المؤشرات هي لان الدم في كل شيء، الدم يكون، ولذلك الغدد الصماء هي الهرمونات كيمشيو مباشره للجسم، هذه التيرويد هي عندها علاقه مع الدم. ملي ما كتكونش تي 4 في الدم، هذه الغدة الدرقية كيوقع عندها خلل. ولكن دابا المشكل كتكون تي 4، كتكون هذه التيروكسين كتكون بكمية كبيرة، ولكن الغدة الدرقية ما تعرفش تاخذ الايودين، ما تعرفش تاخذ من الايودين. علاش؟ من العوامل اللي قلنا، خاص يكون فيتامين اي، فيتامين اي، خاص يكون الارسونيك ما يكونش، وخاص يكون معدن السيلينيوم. هذه مهمة 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 جدا. ثم العامل الخفي لهذا التيروكسين هو تي اس اتش، طبعا جاية من الغدة الصنوبرية. هذا المشكل ديال تي اس اش هو ملازم للتيروكسين، ملازم له، ولذلك التحليله ديما الطبيب كنلقاو تيتروي تي 4 وتي اس اش، هذه ما كاينش عشان تيرويد ستيميليتين هرمون، هذه تي اس اش يعني هي تكون متقاطعه مع، لو كان تي اس اش عادي راه كتكون تيتروي عادي، إذا كان تي اس اش غير عادي تتكون تيتروي غير عادي. هذه بين العشر، لان هرمون هو يتحكم في هذا، يعني في هذا الهرمون هذا. وهذا يعني هذا المشكل ديال الايودين هو كان يعني مشكل قديم، يعني بالنسبه هو اول ما من بعد الامراض التعفنيه. نعم. يعني بعد الامراض التعفنيه، وكان نظام ديال التلقيح يعني في الاربعينيات والخمسينات، جاء نظام ديال تزويد الملح بالايودين لحد من هذا فهنا المشكلة. انا ما علينا هذه القضيه، هذه احنا كان المناقشه ديال عام، تاثير عام للمشكل، وليس يعني حل جزئي هكذا نضيف الايودين للملح. نعم. يعني هناك حل شامل، وهذا الحل الشامل هو هذا اللي تكلمت عليه. يعني ربما عندنا مناطق اللي غادي نتحكموا فيها باضافه الايودين للملح، ما عندنا حتى مشكل. ولكن تعميم الملح بالايودين على المملكه هو مضر، انا اقول مضر. لماذا؟ لان هناك اشخاص لا يحتاجون الايودين في الملح، عندهم كانوا عاديين ما عندهمش، ما لزموش عليهم ياخذوا الايودين زايده. يعني هذه، لان عندنا بلد فيه انتاج جيد، عندنا بلد باقي عنده نمط العيش جيد. يعني الى انقصنا من التلوث ورجع نمط العيش ديال المغاربه، اظن اننا الحل الجذري هو هذا، ان اظن ما يكونش عندنا مشكل ديال الغده الدرقيه. اذا دكتور، غادي ناخذوا اولى المكالمات في هذا اللقاء نحررها. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معك السيده حياه من وجده. اهلا حياه من وجده. شكرا استاذ الفا، شكرا دكتور سعيد، اجبتم وافضتم. اسئلتي مبعثره قليلا، لان ذاك الاحساس ديال اللي شرحتيه راه انتابني. نعم. شكرا. ذاك الملح البحري الذي يوجد في السوق هو مزود باليود، هل له تاثيرات جانبيه؟ وهناك صديقة لي من فرنسا استأصلت الغدة الدرقية وخضعت للعلاج باليود المشع. نعم. ونصحت بالابتعاد عن الأكلات التي بها اليود. لماذا؟ نعم. ما هي المأكولات التي تحتوي على اليود لكي لا تأكلها؟ وشكرا. إن شاء الله. إذن نعم. شكرا لسيدة حياة من وجدة. نعم. علينا يعني تكلمنا هذا الملح تزويد البحري. تزويد الملح بالايود بالايودين هو كان في كل الدول. نعم. كان في امريكا، في الولايات المتحده، كان في الدول الاسكندنافيه، كان في كثير من الدول الاسيويه كذلك. كان هذا يعني هذا البروجرام، هذا اضافه الايودين. علاش؟ لان الملح الناس كيستعملوا الملح في التغذيه ديالهم. نعم. يعني غادي ياخذ واحد الكميه، ما يمكنش الشخص في اليوم ديالو من اللي يستيقظ الصباح حتى ينام لا يمكن ان لا ياكل اشياء فيها ملح. نعم. ولذلك اضافوه للملح اللي معني نوبة سهل. نعم. ثم ان اضافته للملح غادي توصل للناس. نعم. ان هنا المشكل ديال التركيز، كميه الايودين الان هي المشكل. نعم.
إذا كانت كمية كبيرة فهي عند أعرجان. الأخت هذه حياة جزا الله خير أنت تسأل على هل هناك أعراض جانبية. جميع الأشياء عند أعراض جانبية، كل شيء عند الأشياء عند أعراض جانبية. مش ممكنش لماذا؟ لأن هذه المعادن هذه الكيماويات من الأيودين هو 20 ميلي جرام، يعني 20 ميلي جرام يكون أحسن على الجسم يخدم ب 10 ميلي جرام، ما كانش مشكل. يعني واحد غير المدة. واحد ينقص 10 واحد المدة ويعود الجسم يأخذ 20 و25 ما يعني في مشكل، لأن يعني الجسم خلق الله سبحانه وتعالى يتكيف مع جميع الظروف هذه ومع جميع يعني أي خصائص الجسم يتعامل معه، حتى الخصائص في الطاقة يتعامل معها الجسم مع ليس هناك أي مشكل. فإحنا اللي كنقوله هو أن النتائج هذيك الضجة اللي كانت أحدثت في الخمسينيات والستينيات حول هذا الإنجاز العلمي والتقدم العلمي بأن هذا المشكلة هذا ما عطاتش النتيجة المتوخاة، ما عطاتش النتيجة يعني اللي كان الناس كينتظروا، لأنه كاينين باحثين تحبطوا في النتائج نلقاو بأن عكس تماما. فهذا المشكل كما قلتي نمط العيش كافين الناس كافين الناس. هذه السيدة هذه اللي استأصلت الغدة الدرقية وتعالجت بهذا اليود المشع، هذه طريقة حديثة علي، هذه طريقة حديثة لهذه. هنا السيدة هذه عندها سرطان الغدة الدرقية وليس الغدة الدرقية، يعني نعم هذه ملي كيكون سرطان وكيبدأ يوصل الأعضاء مع المرات كيحيدوا حتى الحلقم. نعم المرات الشخص كيحيدوا ليه الحلقم والغدة الدرقية علاش؟ يعني كيكون واحد الولسيسة كبيرة وكتضخم كتصبح واحد كيحيد الطبيب كيضطر يحيد كل شيء. هنا كيعملوا لي هذا الأيود مش باش ما يعاودوش يرجعوا هذوك التورمات، يعني هذوك التورمات باش ما يعودوش يرجعوا يعني او الاورام. ولكن مع هذه الجراحه ومع هذه الاشياء هذه ما لا يمكن للشخص يبقى هكذا على نمطه ثم يعمل هذه الاشياء. هذه doesn't make sense كما كيقول الامريكان doesn't make sense. يعني عندك اسباب سببت لك المرض وتريد علاج وانت لا زلت تاخذ هذه الاسباب، فالشخص يجب ان يقلع ان يغير نمط العيش ديالو. ربما دكتور يغير النظام الغذائي كيستأصلوها او كيقوموا بعمليه جراحيه الطبيب طبعا ما كينصحهمش بتغيير النظام، واخا تعمل الايود المشعي واخا تعمل الكيميوثيرابي واخا تعمل الروايديوثيرابي واخا تعمل جميع العلاجات التي وصل لها العلم الى حد الان. نعم راه غير النتائج اللي وصل لها العلم، مازال ما وصلش شي حاجه كبيره. نعم. التي وصل اليها العلم الى حد الان من المستحيل أن يكون علاج لمرض ما. نعم. جميع أنواع السرطانات لا تعالج بهذه الأشياء 100%. يجب أن يغير الشخص نمط عيشه أولا، أن يقلع عن الأسباب ثم ممكن هذيك الساعة يمشي يقلب على علاج. شنو باش كتنصحها يعني؟ أما الشخص شنو يعيش بنفس النمط. نعم. الذي أدى به إلى هذا المرض ثم يأخذ علاج ويقول أنا عندي علاج راقي وهو لا زال يعيش نفس هذه أشياء لن تجدي أبدا. وهنا فين كاين الخطأ؟ لو كنا من السبعينيات من التسعينيات، أنا اقترحت غير من التسعينيات، لو من التسعينيات الآن كانوا الناس بدلوا نمط العيش ديالهم وهما يتعالجوا غير أثناء العلاج. نعم. لكن عالجنا يعني الأمراض 100%. ولكن لا يمكن الشخص مازال عنده سرطان ويعمل كيميوثيرابي وراديوثيرابي هو مازال ياكل مواد صناعيه وباقي المضافات وباقي البيستيسيدات وباقي الملونات والمحمضات والمجمدات وباقي ياكل في بلاستيك وباقي كيطبخ في بعض المعادن الثقيله وباقي اشياء ملوثه وباقي الديوكسين وباقي المشكل ديال الاكريلاميد وباقي المشكل ديال هذا لا يمكن هذا الشخص يتعالج، لا يمكن، من المستحيل لا يمكن يتعالج. يجب ان يتغير نمط العيش، ان الشخص يقلع عن هذه الاشياء هذه ثم يكون نمط العيش طبيعي 100% 100% وليس 99 100% حتى الطبخ يكون في الطين ويكون بزيت الزيتون ويكون عن يكون بالفرن ديال الضوء حتى الفرن الغاز ممكن الناس يزولوا اللي عندهم سرطان واللي عندهم امراض مستعصيه. فهنا غادي نساعدوا على الاقل، غادي يكون العلاج الطبي ب 30% وغادي يكون العلاج المنزلي ب 70%. يعني ماشي العلاج الطبي 70 والاخر 30، لا، العلاج ديال المنزل اكبر اكثر واكبر واقوى. يعني لماذا؟ لان لا يمكن بحال الامريكي الان شنو تيعملوا بعد التورمات. نعم كيراقبوا التورم فقط. نعم تيراقبوا تيخليوا هذاك التورم وتيراقبوا يشوفوا واش كيزيد واش يعني كينقص ولا كينقص ولا واقف ولا حاجه، باش ما يتسرعوش في العملية. علاش؟ لأن وراء العملية يعني بعد العملية الشخص غادي يعمل كيموثيرابيا. الكيموثيرابي خاص الشخص يكون قوي جدا، عرفتي الكيموثيرابي ماشي سهل، خاص يكون قوي ومناعة شديدة جدا باش يقدر على الكيموثيرابي. كيما الكيموثيرابي لا يقدر عليها أي شخص، لا يقدر عليها أي شخص، خاص الشخص يكون شيخ يعني جسم ديالو فولادي باش يعمل كيموثيرابي. فالأمريكيين كيعرفوا بأن من بعد هذه القضية ديال
يعني لا ديزانفيكسيون خصهم يعملوا كيموثيرابي من بعد. فهما تيراقبوا بعد التورم ويشوفوا على مده، يعني كان تورمات لعدة 3 سنين 3 سنوات وباقي الشخص خاص ما عملوش عمليه. ولذلك هنا هذه الغده الدرقيه انا كننصح الناس غير ما يتسرعوش في العمليه فقط، نصيحه بسيطه جدا، غير ما يتسرعوش في العمليه فقط، تسرعوش في العمليه، لان مباشره بعد العمليه ملي كتزول تستقصى الغده الدرقيه غادي يبدا الشخص ياخذ تيروكسين صافي، قضي الامر. هذا التيروكسين خصو ياخذها مع الوقت بالضبط، الا كان ياخذها مع 6 الصباح ياخذها مع 6 الصباح، الا غير غير الوقت ديالها ولا نساها شي مره ولا شي غادي يولي عنده مشكل. وهذا التيروكسين اللي كياخذ راه ماشي هي التيروكسين اللي ديال الجسم كما كيخلص عليه، هو حل ترقيعي فقط لان هادشي اللي كاين. اما الناس ما يتسرعوش في العمليه فقط، ما يتسرعوش في العمليه، لان الناس الان ديك السرعه ديالهم ديال الخوف من المرض كيبغي يتعالج بسرعه هي اللي كطيحهم في يعني يسقطون في هذا في هذه الكوارث. فالشخص يتعامل نفسيا الحاله النفسيه قبل المرض ديالو، يحمد الله على كل حال، يعمل في راسه بان الاجل بيد الله، راه ما يموتش قبل الاجل وما يعيش قبل هذا الاجل، يرتاح بعدها سميتو هذا الاشياء، ثم يتريث في الامر. يتريث في الامر، لان هذه القضيه ديال الجراحه ديال الغده الدرقيه على الخصوص، الغده الدرقيه يعني انا كنأكد عليها، الغده الدرقيه الناس ما يتسرعوش في الجراحه، لان الله يكون في العون كاينين نساء كيتخلعوا كيخافوا كتخلع وكتمشي تجري العاد بالها عملت عمليه واستقصت هذيك الغده صافي راه غادا تهنى، هو خطا راه ماشي غادا تهنى. يعني لا يمكن الجسم يعيش بدون عضو خلقه الله سبحانه وتعالى، الجسم يبقى متكامل. فإذا كان تحليله ما فيهاش مشكل وهذيك المشاكل اللي عندها في الغده الدرقيه ما كتزيدش، والشخص رجع لنمط العيش ديالو زيد، ما دام التركيز ديال التيروكسين في الدم جيد، تي اس اش ما طالعاش يعني كبير، فلا داعي والشخص يعيش جيد، يبقى تحت المراقبه ما يتسرعش في العمليه، لا داعي لي يبقى تحت المراقبه طبعا تيطمئن، يعمل تحليلات كل 6 شهور كل حاجه ويبقى تحت المراقبه وما يتسرعش في العمليه الجراحيه، لان كاين حالات الان كاين حالات الان دابا اللي عندهم الغده الدرقيه وما عارفينهاش وعايشين بها 15 سنه بمجرد ما يعرفك يزولها، هو كان عايش بها 15 سنة. فهذا هو المشكل، وكاينين الناس اللي لو ما عرفوش لو كانوا ما عرفوش كان أحسن. نعم كنعرف ناس دابا اللي عملوا العملية الجراحية لو كان ما عرفوش كان أحسن، لأن يعني العملية الجراحية ماشي مضمونة 100%. طبعا. ثم من الأحسن وعندها مشاكل يعني من بعد العملية. نزيد نأكد ما يتسرعوش الناس في الجراحة، ما يتسرعوش فقط. كيف ما كان الحال من غادا توصل لحالة مذرية طبعا الغالب الله راه غادا تمشي للجراحة، ولكن ما يتسرعوش الناس اللي باقا التحليلة ديالهم عادية وباقي مزيانين والتورمات باقي مزيانين ما كثرش وما كيزيدوش وحاجة، تبقى تحت المراقبة الطبية. نعم. تشوف الطبيب هذا لوندوكرينو طبعا هما لي زوندوكرينو ما يمكنلفين بهادشي، تبقى مع الطبيب ديالها وتتبع وتراقب النمط العيش ديالها. الا عاشت واحد 5 سنين ولا 7 سنين اخرى ولا 10 سنين اخرى يعني بدون مشاكل، نعم يكون احسن. من بعد الا ظهرت فيها شي حاجه واستأصلتها هذيك الساعه غادي يكون ما كاين حتى مشكل، ولكن كاين الناس دابا اللي غاديين يحيدوا الغده الدرقيه يعني على 30 سنه 30 سنه نعم. عندهم 30 سنه يحيدوا الغده الدرقيه، ياخذوا تيروكسين لمده المده المتبقيه لهم. نعم. يعني ما صعيب جدا. نعم دكتور، هناك يعني سؤال وردني عبر صفحه الفيسبوك من محمد نور يقول: السلام عليكم ورحمه الله، سؤالي انا اتناول اغذيه في البيت واضيف اليها القليل من الملح يحتوي على اليود، وأسكن في منطقة ساحلية يعني طنطان، فهل اليود سيشكل خطرا على صحتي فيما بعد؟ هذا لا يحتاج ملح مزود. نعم. يعني في منطقة في طنطان. نعم لا يحتاج ملح مزود، لا يحتاج ملح مزود. يعني ملح عادي. غير مزود، نعم الملح غير مزود، نحتاج على الملح غير مزود صافي. نعم. لأن كاينين أشخاص عند يعني لا يحتاج سمك جيد ومشي غير سمك، فيها اسماك انواع جيده وفيها منتوجات البحر، وطنطان فيها حتى الطحالب، طنطان هي فيها حتى الفيكوس. وهذا الطحلب الفيكوس هذا غني بالايودين. غني بالايودين، هو من الطحالب التي ممكن ان نستهلكها كثرش من الناس طبعا، وكاين ماشي بالضروره يكون يابس ومسحوق ويبيعوه الناس عند العشابه ويقول لهم راه كيداوي، راه ما كيعالج ما والو، هو غير ماده غذائيه فيها الايودين فقط، راه ما كيعالج ما والو. هو هذا الطحلب هذا
كيحسن الحاله ديال اللي عندهم فصيل دموي او. جيد. الفيكيوس كيصلح الفصيل الدموي او فقط، اما اللي عنده فصيل دموي اي وبي واي بي ما لا يصلح لهم، لان الفصيل الدموي او عنده في الخلايا الدمويه ديالو عنده الفيكوز، سكر الفيكوز فقط. الفيكوز هو هذا الفيكيوس، هو عنده الريسبتور، عنده هذيك يعني الاو الفصيل الدموي او عنده الريسبتور هذا ديال هذا الطحلب، هو كاين عليه، كاين في مدن كثيره في المغرب، مدن كلها الناس كيبيعوا هذا الفيكوس على اساس انه يعالج الغده الدرقيه، ولا يعالج الغده الدرقيه، ومصدر الايودين فقط، ولا يصلح الا الفصيل الدموي او فقط. هذا السينور هذا ما محتاج الملح المزود بالايودين، في مدينه طنطا لا يحتاج الملح المزود بالايودين، يبحث عن الملح العادي، يكون ملح عادي، يكون ملح معدني ولا يكون ملح بحري، ملح عادي يكون خالي من اليود يعني فعليا. والمشكل الان في اوروبا كانت ضجه كبرى في فرنسا، لي يعني حتى يعني واحد الضجه كبيره خطيره جدا حول هذا المشكل الملح، يعني كيفاش الناس باغيين نقصوا الملح والملح الان مزود بالايودين، يعني هنا كاين تناقض على الاقل. فعلي الملح الموجود في الطعام هو كافي للجسم، الصوديوم الموجود في الطعام هو كافي للجسم، هذيك اضافه الملح اصلا ما خصهاش تكون، اصلا ما خصهاش تكون، يعني غير الطعام الناس تعودوا على المذاق، يعني نعم. المذاق اللي فيه شويه ديال اللي كنسميوه حنايا التركيز الفيزيولوجي 8.5%، ماشي 8.5%، هو 8.5 غرام في الكيلو ولا في الليتر، يعني 0.85% التركيز، هذا تركيز فيزيولوجي هو اللي كيعملوا به، كنعملوا به حنا في المختبرات. نعم. وهذا التركيز الفيزيولوجي وتعودنا عليه فقط. نعم. اما الملح لا نحتاج اضافه ملح للطعام ابدا. نعم. ومن الاشياء هذا الاخت اللي قلت من وجده عندها اعراض، نعم الملح، الملح هو عنده اعراض جانبيه، عنده اعراض ماشي اعراض جانبيه، عنده اعراض. فما ادراك اذا كان زدنا يعني كميه اخرى للايودين، عاد نشوفوا الناس اللي كيزيدوا الايودين في الملح واش كيزيدوها بواحد التركيز مضبوط، واش كاين مراقبه، واش كاين عليه. هنا كاين هنا المشكل. إذا لو سمحتي دكتور غادي نحرو مكالمة معنا على الخط. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. معك سيدة هالة من مدينة الرباط. أهلا هالة من مدينة الرباط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام دكتور سعيد. اليوم كنظن هذا الموضوع ديال اليود وكنا كنتصادفوا شحال هذه، لأنه هو موضوع الساعة. نعم. التساؤل ديالي على حسب علم البسيط هو انه كتعتبر من الاملاح المعدنيه. نعم. غير انه هذا اليود ولا اليوم هو موضوع الساعه، لانه ولا كيشتكيو منه غالبيه الدول، سواء الدول الفقيره او الدول الغنيه. نعم. غير انه شحال هذه كانت الدول الفقيره هي اللي عندها المشكل ديال النقص. نعم. اليود. نعم. يوم الكل، غير انه انا التساؤل ديال المطروح هو انه هذا اليود واش هو كيقتصر، كنلقى انا اكثر غير النساء هما اللي عندهم كيحس تقول اليود غده الدرقيه. نعم. واش هذا اليود نعم كيجي النساء، كيصيب النساء اكثر من الرجال؟ نعم. وشنا هي يعني، وعلى ما علمي البسيط انه كيتوجد في هو في البر والبحر، يعني في الاسماك، بعد مشتقات الحليب، بعد الخضار. نعم. نعم. يعني كيفاش نتفاداو هذا حصول هذا النقص في اليود؟ في اليود. واذا كان اوكا واذا كان خلل كيفاش نتفاداوه؟ نعم. وشكرا لكم جزيل الشكر. بارك الله شكرا لك هاله من الرباط. جزاك الله خير. نعم. هو عكس تماما، هي الدول الغنيه هي اللي كان عندها مشكل ديال الايودين، ماشي الدول الفقيره. نعم. وهذا المشكل هذا هو داخل في البحث العلمي، في اطار البحث العلمي، ودخلت من جمله الاشياء ديال تقدم البحث العلمي في هذه الدول، يعني داكشي علاش الدول الاسكندنافيه كانت هي ماشي السباقه، ولكن كانت هي اللي كانت ركزت على هذا المشكل هذا، وكان واحد البروجرام، كان واحد برنامج كذلك في الصين. كانت تعمل برنامج كبير في الصين على هذه القضيه ديال دعم الملح بالايودين، وكذلك دعم بعض المكونات الاخرى لهذه. نعم. فهذا هذا التصحيح كنصحوا النقص الحاصل. نعم. هذه اضافه الايودين للملح هو غير تصحيح لواحد النقص حاصل في النظام الغذائي ولا في نمط العيش عند الناس. اما اذا كان نمط العيش عند الناس صحيح، نعم، مواد طبيعيه وجيد، فليس هناك اي مشكل، لان انا قلت بان
يعني المصدر الأساسي للأيودين هو منتوجات البحر، نعم، نبات البحر وكذلك لحوم البحر، نعم، ولكن موجود كذلك في البر، موجود في الخضر وفي الفواكه وكشيء. علاش دخلتي الشبكة العنكبوتية تلقى الفراولة، وهي مش غير نعم. الفراولة، يعني نعم. في كل شيء فيه الأيودين، من الرمان عندنا احنا، الرمان، صفرجل، تفاح، هذا يود طبيعي، نعم، هذا الأيودين طبيعي. نعم. غير للبحث العلمي الآن شنو بين؟ بين على أن التغيير الوراثي، النباتات والحيوانات المغيرة وراثية الآن فيها الأيودين نقص، خصوص الحليب، حليب ديال الأبقار العبرجينية نقص من الأيودين. وأن البحث العلمي بين كذلك على أن بعض النباتات الآن كذلك مع هذا الإنتاج الحديث السريع نقص من الأيودين، كذلك نقص في التغذية هذه. أكيد غادي يكون مشاكل الغدة الدرقية. نعم، الخلل هو الخلل كاين في الإنتاج. نعم، وطبعا سيسبب الكمية الأيودين هو موضوع الساعة كما قالت الأخت هالة هذه جزاها الله خير. نعم، كان موضوع الساعة، ما الآن ليس موضوع الساعة. ولكن كان موضوع الساعة. علاش؟ لأن الأمريكيين الآن ما بقاوش كيقترحوا هذه الحلول ديال إضافة الأيودين وإضافة الفيتامينات وإعطاء الأسلام، ما بقاوش ولو كي نهجوا نهج آخر، كي نهجوا النهج ديال النظام الغذائي، لازم هذه الاشياء تكون. ولذلك انا قلت لك رجعوا بان الايودين عوض ما يعطيوها للناس كما يعطيوها الاعلاف الحيوانات، نعم، اضافوها للعلف، نعم، ما هائل، انا اقول حل هائل جيد، والى الماء اضافه العلف، نعم جيد، ولكن ان نعطيوا الايودين مباشره للناس في الماء بواحد التركيز ربما يكون عالي، اللي ما غنكونش مضبوط العائله فيها الطفل عنده 6 سنوات، نعم، والطفل عنده 2 عامين، وفيها المراه عندها 55، وكاين الراجل عنده يعني ربما 55، ومعهم امه ولا جده، نعم، عندها ثاني 70، اذا نعم. عائله فيها اعمار مختلفه، وفيها الوزن ديال الراجل ماشي هو الوزن ديال المراه، والمراه عندها الوزن ديالها ماشي هو الوزن ديال الطفل ديالها ولا بنتها، نعم، ولا ولدها، نعم. فهذا التركيز اللي غنعملوا في الملح هو تركيز للاطفال ولا للشيوخ ولا للكهل ولا للشخص اللي عنده 60 كيلو ولا 40 كيلو ولا 30 كيلو. هنا كاين مشكل، لان هذا الطفل دابا كنلاحظوا ان الاطفال هما اللي كياكلوا المواد المالحه، نعم، الملح كيستهلك كل المواد اللي فيها الملح بكثره، وهذه الزياده ديال الايودين عند الاطفال غادا تؤدي بنا الى مشكل اخر، لان انا قلت لك بان الان الاطفال ولا عندهم مشكل هذه الايودين المشع الان اللي كيعالجوا به هذا المشكل اللي حيدوا لهم الغده الدرقيه، لكن عندنا اطفال الان عندهم 14 16 عام حيدوا الغده الدرقيه، نعم، مزولين الغده الدرقيه على 16 و18 سنه، نعم، هذه يعني هنا ما كنشوف انا بان الحل ليس هكذا، الحل يجب ان يكون في المكونات اللي كتمشي مع الايودين. عطينا لهذا الشخص الايودين في الملح، ولكن ما غنعطيوش الفيتامين اي والفيتامين اي، ما غنعطيوش السيلينيوم، ما غاديش نحيدو نزولو لي لارسونيك، ما غنزولوش الرصاص من الاكل ديالو. هنا كاين مشكل، والايزوفلافون، هذا المشكل ديال الايزوفلافون اللي كاينه في الصوجه، والتيوسيانات اللي كاينه في بعض الخضر، الكريسيفير اللي كاينه في اللفت، اللي كاينه في الكباب، اللي كاينه في هذا في الفجل اللي كاينه سميتو هذا، رغم ان هذه خضر جيده الكريسيفير، ما غنقدروش نحيدو للناس هاد الخضر هذه من الخضر الكبريتيه اللي غنحيدوها لهم ما طلعش، لان هي اللي جيده، هي اللي فيها مضادات الاكسده، وهي اللي حافظه الجسم من السرطان. فهنا كيبقى خاص كما قلت انا حل شامل، لكان نمط العيش جيد، نعم، فليس هناك اي مشكل. ذكرت السيده هلا لماذا نتجه الى النساء؟ دائما احنا كنا سجلنا في واحد الحلقه ديال الفرق ما بين تغذيه الرجل والمراه، كنظن راه نعيدها لكي على اليوتيوب دابا راه كي نتذكر في نعم. ساعه نعم. سجلنا على الفرق بين تغذيه المراه نعم. والرجل نعم. هناك فرق شاسع بين تغذيه المراه والرجل. وقلت بان في هذه الحلقه دي كنت قلت بان جميع الامراض النسبه ديالها مرتفعه عند النساء وليس عند الرجال. لماذا؟ لان النساء عندهم الجسم ديالهم فيه هرمونات، النظام الهرموني عند المراه هو اقوى واشد من النظام الهرموني عند الرجل. نعم. المراه عندها 3 مراكز ديال الهرمونات اللي هي المبيض والرحيم والثدي. نعم. اللي فايت بهم الرجل. نعم. فهذا المراه النظام الهرموني كما قلت هو يعمل كله مع بعضه، هو متشابك. نعم. فكتكون الخلل الهرموني في اي شيء كيوقع. نعم. وحتى هاد الهرمونات اللي كياخذوا النساء حتى هما عندهم واحد الوقع، عندهم يعني عندهم تاثير على الغده الدرقيه، حتى الهرمونات اللي كياخذوا حوص هرمون منع الحمل، جميع اللي كنسميهم حنا ماشي الهرمونات اللي كان هما كل شيء زينوبيوتيك اون فرونسي الكزينوبيوتيك، هادو لي زورمون كزينوبيوتيك يجيو من الطبيعه، اللي ربما يكونوا في اللحوم، ربما يكونوا في اي حاجه اللي كناخذوها من برا. هاد الهرمونات الكزينوبيوتيك هادو اللي كيجيو من برا، الهرمونات الخارجيه الاجنبيه على الجسم اللي كتجي تاخذ الجسم، هذه تحدث كذلك خلل داخل الهرمونات في الجسم. فهذا المشكل ليس مشكل الايودين، هذا هو اللي بغيت يعني نوضح للناس، ليس مشكل الايودين هو في حد ذاته، هو مشكل نمط عيش، وليس مشكل الايودين غنضيفوا الايودين وحنا لا يمكن، هذا ليس حل. وما عطاش
نتائج في هذه الدول هذه اللي سبقتنا، يعني منذ سبقتنا ب 35 سنه باش سبقتنا في هذا البرنامج ديال التزويد هذه المواد الغذائيه، يعني يسموه برنامج اغناء وليس اغناء المواد الغذائيه. فهذا التصحيح كما قلت هو غير تصحيح فقط لبعض الاخطاء التي تقع في نمط العيش ديال الناس ملي كيكون الايودين ناقص. نعم عندنا مناطق، صحيح عندنا، هذا واقع، الواقع لا ينكر، عندنا مناطق في المغرب ماشي كبيره، تحناوت وشويه في ازيلال، عندنا واحد الدوار في الغرب ولا شنو، هذه مناطق ممكن نتحكموا فيها كما قلت، وممكن نوصلوا لهذه المناطق حتى الايودين، ربما نعطيهم اقراص ديال الايودين كاع الى وصل بنا لحتى لهذه. ديك النصيحه التي اللي تتخلي الشخص يخرج بفكره واضحه ونمط العيش ديالو، يعرف كي اشنو يعمل في حياته بعد على الاقل باش يتفادى وليفهم على الاقل المرض منين جاي، ما كايناش هذه النصيحه. نعم. منعدمه. نعم. وهناك من يقول العكس. نعم. هناك من يقول العكس، يعني هنا هذا تناقض كبير جدا. ان شاء الله اظن ان شاء الله يكون خير بهذا، احنا وضحنا للناس على الاقل بان مشكل. نعم. ليس مشكل عنصر وانما مشكل لنمط عيش ككل، و يعني بشكل متشعب ومترابي جدا. اذا شكرا لكم دكتور.